اهلا بيكم. النهارده هتكلم على عمليه اعاده بناء الثدي. ربنا يعافي الناس كلها، لكن اذا حصل يعني وكان في عمليه من هذا القبيل وتم استئصال الثدي نتيجه اي سبب إن كان، فده طبعا بيمثل مشكله كبيره قوي قوي للمريضه، وبتحس باحساس مش لطيف، وبتتمنى انها تحل المشكله ديت ويبقى تحس الى حد ما انها يعني لم تمر بالتجربه القاسيه دي. احنا في جراحة التجميل بنحاول نساعد اي مريضة بتعاني من هذه المشكلة، وعندنا كذا طريقة. الهدف بتاعنا في النهاية ان احنا نحصل على يعني نعيد بناء الثدي، مش بس كده، ان الثدي اللي احنا بنعيد بناؤه يكون الى حد كبير جدا جدا مطابق ومماثل للجهة السليمة، ومش بس كده، ان الجهتين اللي هي تم فيها اعادة بناء الثدي والجهة السليمة عايزينهم كمان هما الاثنين بنحاول نخليهم في افضل شكل ممكن. يعني عايز اقول ان مش مجرد اعادة بناء الثدي فقط، احنا عايزين كمان الثدي اللي احنا بنعيد بناؤه يبقى في افضل شكل ممكن، وان يكون مماثل للجهة السليمة، وان الجهة السليمة كمان حتى لو جهة سليمة فيها ترهل او فيها زيادة او نقص بنحاول نظبطها بحيث الاثنين يبقوا في افضل شكل ممكن. عايز اقول ان المريضة في النهاية بتحصل على شكل باذن الله يكون مثالي، ومش بس بيحل مشكلتها بتاع مشكلة استئصال الثدي، لا ده بتنقل نقلة تانية تجميلية إلى شكل رائع وجميل مناسب، ويعني يمثل لها نوع من البهجة والسعادة. في كذا طريقة طبعا وكذا عملية لإعادة بناء الثدي، أيا كانت الطريقة اللي هنستخدمها سواء باستخدام السيليكون أو باستخدام الشرائح الجلدية أو باستخدام حقن الدهون او باستخدام كذا طريقه من دول مع بعض، في النهايه بيبقى الهدف بتاعنا هو اللي احنا قلناه، ان احنا نحاول نعيد بناء الثدي بشكل رائع جدا يكون مماثل للجهه الاخرى، ودي حاجه فنيه وغايه في الجمال والروعه، وان هما الاثنين مع بعض يبقوا في افضل شكل ممكن، بحيث ان المريضه تحس انها كمان يعني في افضل شكل ليها. اتمنى لكم كلكم جميعا السعاده والسلامه والتوفيق.